في تعاملنا في مجتمعنا في كل شيء من شغلنا، كيف نستفيد من هذه المعرفة؟ وإلا إن لم نستفيد شيئا من هذه الذكرى ومن هذه الحكاية وما سمعت من أساتذة فلا داعي للحكم. لا ينبغي لنا أن نستمع إلى التاريخ، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الاستدلال. نستمع كما نستمع لمسلسل أو لمسرحية أو لفيلم أو لغير ذلك، بل نراجع السيرة النبوية وخصوصا هذه الأحداث في هذه المعركة الكبرى لنستفيد بعض الدروس وبعض العبر التي تفيدنا. من بين الدروس والعبر أن المسلمين خصوصا ثم معه الصحابة الكرام لم يعتمدوا على القوة فقط، بل اعتمدوا أولا على اليقين وعلى الإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي سينصرهم وحده، ثم القيام بالأسباب، الاستعداد بالقوة، التغطية الصحيح كما سمعت من الاستاذ لما قال ان المقداد لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل في ذلك المكان قال لي يا رسول الله واش هذا الامر اللي امرتنا به واش امر كبير الله سبحانه وتعالى نفذوه نطيعه او انك غير اجتهدتي غير الحرب المكيده قال لي بل الحرب المكيده اذا كانت الحرب المكيده يا رسول الله فاسمح لنا ان نقترح عليك رأيا أفضل من ذلك، وهو كما قال الأستاذ يشير إلى مكان آخر نجعل الماء والآبار وصغر المياه نجعلها وراءنا ونجعل الجفاف والأرض الماحلة والآبار المهدومة للمشركين لكي يضعفوا بالعطش ولكي نتمكن منها. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشاهد عندنا هو الاخذ بالاسباب والتحقيق الصحيح ثم او بعد ان نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. نستفيد من هذه المساله في حياتنا مثلا في الدراسه. هذه المره نصلي الفجر مثلا وعندي امتحان اليوم نصلي الفجر. توكل على الله سبحانه وتعالى، نستشهد الله سبحانه وتعالى، نتوكل نصلي ندعي الله سبحانه وتعالى ان يوفقني في امتحاني، ولكن لابد ان اخذ الاسباب، لابد ان اكون قد اخذت بالاسباب، لابد ان اكون قد درست جيدا، حضرت لدروسي، انتبهت للاستاذ وهو يشرح، راجعت دروسي جيدا، اعتمدت على نفسي، نويت على لما هو الشمال القرن، لنعتمد على نفسي باش نجيب مقام زياده، فغتكون النتيجه. بس يعني علاش يعني